السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن الجي اتش. الجي اتش اللي هو الجروث هرمون، هرمون النمو. هرمون النمو هو مسؤول عن نمو كل حاجه في الجسم، انسجه، عضلات، كل حاجه موجوده في الجسم هو اللي مسؤول عن نمو حجمها. طيب، في ناس كتيره قوي كانت متخيله ان الجي اتش اسمه غوريلا هرمون. مين اللي طلع عليه الاشاعه دي؟ اللي طلع عليه الاشاعه دي انه اللي بياخد الجي اتش فكه بيعرض وعظمه بيعرض، بيبقى شبه الغوريلا. الحقيقه الكلام ده مش صح. بيحصل الكلام ده من الجي اتش، بس لما بيتاخد بنسب كبيره جدا وعلى فترات طويله جدا. طيب، ايه السايد افكتس الثانيه للجي اتش السريعه؟ الجي اتش ممكن يعمل يجيب سكر، لانه الجي اتش عكس الانسولين، لو اتاخد في وقت فيه الانسولين عالي هو بيوقع الانسولين. مع تكرار العمليه دي ممكن يعمل مشكله في موضوع السكر في الجسم. دي حاجه تانية، لو حد عنده لا قدر الله حاجه نسبه من الكانسر بيزودها لو الخلايا دي موجوده واكتف وهو خد الهرمون ده. وده مش بس بيحصل من الجي اتش، ده بيحصل من كل الهرمونات اللي ممكن تاخدها، الاستيرويدز او البيبتايدز. طيب، حاجه كمان انه الجي اتش لما بتاخده ما ينفعش تاخده لفترات طويله وبحجم كبير، لانه زيه زي اي هرمون هياثر على الغده اللي بتفرزه، فبعد كده هيبدا يحصل امبالانس في الهرمونات بتاعتك. فلازم تاخد بالك كويس قوي انه مش اي حد يقول لك خد جي اتش علشان تنشفه. بالمناسبه يعني الجي اتش ما بينشفش، ما فيش حاجه اسمها ان الجي اتش بينشف، لا. الجي اتش من السايد افكتس بتاعته اصلا ووتر ريتنشن، دي حاجه. حاجه تانية، هو بيزود الحجم العضلي، فبالتالي الميتابوليزم بيعلى، فبالتالي الفاتس بتقل، انما ما بيحرقش الفاتس، ودي اخر ابحاث موجوده في الموضوع بتاع الجي اتش. فناخد بالنا من الهرمون اسمه جي اتش، يعني جروث هرمون، مش غوريلا هرمون. شكرا، نشوفكم الفيديو الجاي.